نادر السيد، لان نادر السيد عليه مسؤوليه كبيره جدا. 4 اهداف في نادر السيد ده موضوع مش طبيعي. احنا بص يا ابو كباتن، احنا بنلعب ده كان مالك ضربات الجزاء. الراجل كان بيمسك ضربات جزاء، احنا مش جوان بتجيله كده. اللي خسر، انا انضميت لفريق واما. اللي خسر واما، ولا نادر السيد ولا نور ولا الشام، احنا كلنا كتيم فرقه واحده. ولو كسبنا هنكسب كلنا. بس هو النقطه ان كابتن فؤاد وكابتن زيدان جايبين ابو كباتن، هل كان في ارهاب للحكم؟ لا، جايبين عدد لا حصر ليه من اللعيبه. يعني هم عمالين يغيروا علينا، يغيروا. طبعا مفيش شك، احنا هنسال في نجوم احرزوا اهداف، في هيما احرز هدف. عايز اقول لك على حاجه، في كامبس، احنا ما عندناش هدافه يا كابتن، احنا كل واحد انتوا كلكم. طيب دلوقتي الشباب دول شباب عملوا مجهود جامد، سواء نور ولا فهمي ولا نادر ولا الشامي. بصراحه ايوه بنحييهم عليها بصراحه. والحق يتقال ان كابتن زيدان وكابتن فؤاد زي الفل يعني. لا بالعكس. بس اللعيبه اللي غيروهم بقى علينا كتير قوي يعني. مثلا اللعيبه كام لعيبه يا شامي؟ 8 بتاع 8 مثلا 9. طب وانتوا فين لعيبتكم؟ احنا مش مدين خوان. مش مخولين. بس انا عايز اسال كابتن اقول حاجه بس كابتن. لو نفتكر احنا في البدايه خالص، اول ما بدانا وعملنا القرعه وكنا جايين بفرقتنا، احنا نبهنا وحذرنا في افتتاح البطوله. والفرقه طلعت احنا اولا واحد. اولا في افتتاح البطوله ما حدش خبى اوراقه ابدا عن التاني. احنا ما خبيناش، احنا طلعنا بفرقتنا. احنا الفرقه الوحيده اللي جت بفرقتنا لسه اوراقها يعني مش مخبيه. ولكن احنا جبنا فرقتنا كاملة. وقلنا هي دي الفرقه ومش ما غيرناش ولا واحد. وقلتوا هتعملوا ايه في الفرق، واتكلمتوا وهم برضو اتكلموا، وكله كان بيرتب. ونور اتكلم والشام اتكلم ونادر قال هنعمل ونسوي. النهارده في يوم المباراه الحقيقيه بقى لعبوا ماتش حلو النهارده. وعلى فكره احنا كنا خايفين. انت راضي عن ادائهم جدا؟ جدا. كنت عشان خسروا 4 منهم والله انا واقف على رجلي. زيدان لسه قال لي دلوقتي يا ابو كباتن ان بالعكس هم كانوا فاكرين كلام هتعملوا. لا بس خد بالك، هم كسبوا في اخر كام يعني. هم كان 2-1 لغايه مثلا قبل الماتش. كنتوا صامدين انا كنت قلقان لا يسجلوا بصراحه تاني. فهم جابوا جولين في الاخر كده بس. عشان كده